بسم الاب والابن والروح القدس لله امين. نحب نشكر الكورال بتاع كنيسه مارجرجس بالزاويه على الحانهم اللطيفه ونرجو ليهم كل نمو. واحد بيقول لي موضوع في المجلس الاكليريكي ولسه ما جانيش، هحط دي في جيبي وارجحه لك واجيبه لك ان شاء الله. سؤال: أبي متزوج من امرأة مطلقة من المحكمة لعدم الإنجاب، وقد قدمنا الأوراق لأكثر من كاهن وقال يمكن الزواج، وقد تم الزواج بالفعل أرثوذكسي، فما هو حكم الكنيسة؟ أنت جاي تسألني بعد ما اتجوزت ولا قبل ما تتجوزوا؟ ده يدل على أنكم متشككين في الأمر وإلا ما كنتوش تسألوا. هي لازم الواحد يعرف إيه سبب الطلاق، ولازم تسأل المجلس الإكليريكي في الموضوع ده وتشوف قسيمة الزواج ومين الكاهن اللي أجرى الزواج وتاريخ إيه، وإحنا نجري ورا الموضوع ونشوف حكايته إيه بالظبط. طبعا ما يقدرش الواحد يحكم دلوقتي. افرض الراجل اللي كانت متجوزاه في الاول كان زاني ويبقى طلاق لعلة الزنا وهي بريئه، افرض. فاحنا لازم نشوف السبب بالظبط. واحد بيقول: ما راي قداستكم في اطفال الانابيب ووجود حاضنه غير الام الاصليه؟ أنا لا أؤمن إطلاقا بأطفال الأنابيب، ويطلع الواد أمه برطمان ولا ولا إزازة. شوفوا يا أولاد، الموضوعات دي كلها تدخل تحت عنوان الزراع البشري. الزراع البشري، أبونا إبراهيم لجأ في وقت من الأوقات إلى الزراع البشري في إنجاب بنين، وربنا قال له لأ، مش دي الطريقة، مع إن ما كانش فيه أنابيب. وبعدين لما الولد يكون له أم هي عبارة عن أم البويضة فقط، والجسم كله بتاع الجنين تغذى من أم أخرى، كيف يكون هذا؟ ونحن نعرف أن الولد في بطن أمه بيمتص من دمها، وبالتالي من طباعها ومن شخصيتها، ويرث عنها أشياء. فما الذي تورثه إياه الحاضنة الغريبة؟ وهل يكون له أمان، أم بالطبيعة وأم بالأنبوبة؟ هو عبارة عن تحدي لإرادة الله. الكتاب بيقول: البنون ميراث من الرب. فواحد ربنا ما ادالوش عيال فياخد عيال بالقوة وبالطرق البشرية، وما نقدرش نعرف دول هيبقوا عيال بالظبط ولا لا. وافرض يعني الام اللي دخل الجنين ده في بطنها طالبت به لانه من حقها ونزل من بطنها وتولد منها، يبقى ايه موقفها مع الام الاخرى اللي كل علاقتها ان بويضة من جسمها خرجت؟ ايه علاقتها؟ انا شايف ان دي طرق بشرية غير روحية، ولا تورث الميراث الطبيعي، وفيها نوع من تحدي ربنا الذي لم يهب.
وما أقدرش إن أنا أوافق عليها. ده بيقول الكتاب: البنون ميراث من الرب أجرة ثمر البطن. ودي مش هي بطنها دي. وبيقول حبلت بي أمي، ما قالش حبلت بي حاضنة ولا أنبوبة. الطرق مش بتاعت ربنا وبس، الطرق مش بتاعت ربنا وما نقدرش نوافق عليها. واحدة بتقول: هل يمكن التناول وانا اعترفت من حوالي شهر وأبى اعترافي حدد لي يوم كل شهر؟ ان كان خطية تتعب ضميرك في بحر الشهر ده تقوليها اثناء القداس لاي اب كاهن، او تروح الاب اعترافك تاني، او تحترس انك ما تغلطيش. برضو أو ناس كتير أو كاتبين لنا موضوع الأنابيب يسر إنهم تعبانين منه. سؤال: هل عيد الصليب يكسر الصوم الكبير في الانقطاع لأن القداس ينتهي في الصباح؟ عيد الصليب لا يكسر الصوم إطلاقا، ودايما عيد الصليب بيكون في 19 مارس، يعني بكرة إن شاء الله، وفي عيد صليب تاني يوم 27 سبتمبر. مش ممكن ان عيد الصليب يكسر الصوم. ده تذكار الصليب، والصليب تذكار للألم وللتعب، فايه يعني الفرح فيه اللي يكسر الصوم؟ بدليل ان يوم الجمعة الكبيرة اللي هي يوم الصلب كله يعني ما بنكسرش فيها الصوم أبدا. واحد بيقول: أرجو إن أنا أتصور صورة تذكارية مع قداستك إلى آخر. تبقى تقدر تفوت علينا في المقر في أي وقت وتاخد صورة، لكن مش معقول هنجيبك الوقت قصاد الشعب ده كله. بيقول واحد تاني بيقول: أرجو أن تعرفني هل التدخين خطية أم شبه خطية؟ دي خطية وخطية وخطية، على الأقل ثلاث خطايا في قلب بعض. خطية الإساءة إلى صحتك، وخطية أنك تحرق فلوسك بالنار وهي أموال أسرتك وممكن تنفق في الخير، وخطية الثالثة أن إرادتك ضعيفة مش عارفة تقاوم. فدول ثلاث خطايا مش خطية واحدة. بيقول: ماذا أفعل وأنا لست قادرا عن الإقلاع عن التدخين؟ لا، اضغط على نفسك وهتلاقي تقدر. هو تتعب لك يوم ولا يومين وبعدين تاخد على كده، يوم أو يومين. وإذا تعبت خد لك ملبساية، شغل بقك على الفاضي والمليان بأي طريقة كده، تقعد تنفخ في الهواء، يعني تعمل أي حاجة. ومجرد انك تقول انا مش قادر اهدي خطيه. ليه انت ما تبقاش قادر؟ لماذا ياتيك هذا الضعف والعجز؟ وهل تكون على صوره الله ومثاله وانت مش قادر؟ ده الرسول بيقول كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. يعني ان لقيت بيتسلط عليك فنجان الشاي بطل الشاي عشان لا يتسلط عليك، مش علشان حرام ولا حلال، عشان ما فيش حاجة تتسلط عليك، وارجع له بعدين، لكن ما تخليهوش يبقى عادة. وانا مش فاهم ايه اللي يعني المفيد في التدخين ده، مش عارف يعني بيستفيدوا منه ايه. ده اول واحد دخن في العالم
كان راجل من الأثرياء وخد دخان بينفخه، العبد بتاعه كان أيام فيه رقيق، افتكر إن سيده شاط، فراح جاب جردة المية ودلقه فوقيه عشان يطفيه من جوه. أول واحد يعني راجل بيدخن. واحد بيقول حفظنا الصلاة الربانية باللغة العربية، يا ريت الأسوس يحفظها لنا باللغة القبطية. أو ممكن الأستاذ شاكر كل اجتماع يقول لكم جملة أو جملتين وتقعد. النهاردة تاخد جي بنيوت تخدني في قوي وتكررها 10 مرات، ما عرفتو من جي بكران وتكررها 10 مرات كل يوم، ايه تاخد لك جملة، وتاني مرة تاخد الأولانية وراها واحدة تانية، وتالت مرة تاخد الاتنين الأولانيين وراهم التالتة، لغاية لما تقدر تخلص. واحد بيقول كيف يعالج الغرور الشديد انني في كل مرة اعمل فيها حاجة في الخدمة او في اي شيء واعظم نفسي وحاسس اني متكتف بالغرور. اول حاجة لازم تعرف ان مفيش عمل خير انت بتعمله لوحدك، لان المسيح بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا في يوحنا 15. فاذا كنت انت بدون ربنا لا تقدر ان تعمل شيئا، فبتنسب الامور كلها ليك ليه، وتنسى عمل ربنا فيك. انت لو عملت حاجة وطلعت كويسة قل اشكرك يا رب انك ساعدتني، لكن ما تتنفخش بنفسك. وهو انت لما تاخد عمل نعمة ربنا تنسبه لنفسك يجي نعمة ربنا تسيبك، فلما تسيبك ما تعرفش تعمل حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة افتكر المستويات اللي هي اعلى منك بكتير، ولما تفتكرها تلاقي اللي انت عملته ما فيش حاجة. يعني تلاقي نفسك في الخدمة، بيقول في الخدمة، في الخدمة مثلا عملت حاجة، قول يعني انا زي بولس الرسول اللي بشر بلاد اليهودية وقبرص واسيا الصغرى واليونان وروما وايطاليا وبلاد اليونان، يعني وصل لاسبانيا، يعني عملت ايه؟ يعني تلاقي نفسك هبطت، يعني ايه اللي عملته؟ تلاقي نفسك عملت عمل كويس، او قول يعني انا اقمت لي ميت زي ايليا ولا اليشع، ايه يعني اللي عملته؟ تلاقي نفسك وعظت عظة كويسة، قول يعني انا عملت زي بطرس اللي بعظة حول للايمان 3000 نفس خلاها تؤمن بالمسيح، ايه اللي عملته يعني؟ تلاقي نفسك صليت صلاة كويسة، قول يعني انا زي الناس اللي صلوا واهتزت الجدران من صلاتهم وتزعزعت، ايه يعني اللي عملت؟ انا عايز اعرف ايه اللي انت بيجيب لك الغرور يا ابني، يا ريت تكتبه لي في ورقة واشوف ايه اللي جايب لك الغرور. اقعد قول لنفسك، قول انا عملت ايه، عملت ايه. افرض انك انت القيت درس كويس في مدارس الاحد، قول جايز الدرس يكون كويس لكن انا ضامن ان العيال نفذوه ولا لا، جايز انبسطوا منه كمعلومات وما نفذوش حاجه. اقعد وابخ نفسك وقول ده انا ما عملتش حاجه. او افتكر خطيه من خطاياك وضعف من ضعفاتك، قل استفيد ايه لما نعمل الحاجات دي كلها وبالخطيه الواحده اضيع. افتكر اي ضعف من ضعفاتك وقول لنفسك طب ممكن الضعفه دي ده تضيعني مهما عملت. كمان افتكر خطوره الغرور
انك انت بتاخد اجرك على الارض، بتاخد غرور وانبساط ولو حاجة جوانية. ايه يعني؟ وحط في نفسك باستمرار ان الغرور بيمنع الروح القدس انه يعمل معاك لئلا يقودك الى مزيد من الغرور، ويمنع النعمة انها تعمل معاك لئلا تقودك الى مزيد من الغرور، وتلاقي نفسك وقفت فرداني ما تعرفش يجرى لك ايه تاني. فابعد شوية عن الغرور، اما من جهة حياتك الخاصة او من جهة قيمة العمل او من جهة المقارنة بالقديسين الى اخره. ده الغرور بتاع الاخ. وحكاية تعظم نفسي دي، شوف العدرة على الرغم من المكانة الكبيرة بتقول تعظم نفسي الرب، مش يقول اعظم نفسي. ويوحنا المعمدان مع انه اعظم من ولدت النساء والكتاب بيقول يكون عظيما امام الرب، بيقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، وقال لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذاء. يعني افتكر سير القديسين. واحد بيقول حدثتنا عن رقم 3 فما هي رموز مضاعفاته؟ الرقم 6 مثلا. الرقم 6 رمزه في الكتاب هو كمال العمل، يرمز إلى كمال العمل، لأن ربنا خلق العالم في 6 أيام وأكمل كل ما يريد أن يعمله في 6 أيام، فأصبح رقم 6 يرمز إلى كمال العمل. بقي خلاص الإنسان، ربنا خلص الإنسان في اليوم السادس وفي الساعة السادسة، لأن الرقم 6 بيرمز إلى كمال العمل. والسيد المسيح على الصليب قال قد أكمل في الكلمة السادسة من كلماته، بعد كده أسلم روحه في يدي الأب في الكلمة 7، لكن قال قد أكمل في الكلمة السادسة. ولذلك الرقم 6 بيرمز إلى كمال العمل. وربنا قال للإنسان تشتغل 6 أيام في الأسبوع وتستريح في اليوم السابع، لأن كمال عمله في في 6 أيام. حتى الأرض قال كمال عملها تشتغل 6 سنين وتريحها في العام السابع، لأن كمال عملها في 6. وحتى العبد كمال خدمته في 6، قال تشغله 6 سنين وتطلقه في العام السابع، كما ورد في أرميا إصحاح 34. وحياة الإنسان كلها في عمله على الأرض من أيام وساعات وشهور وسنين يمسكها الرقم 6. فكل سنة تتكون من 12 شهر في رقم 6، وكل شهر من 30 يوم مضاعفات 6، وكل يوم من 24 ساعة مضاعفات 6، وكل ساعة من 60 دقيقة مضاعفات 6، وكل دقيقة من 60 ثانية مضاعفات 6، كلها كده 6 6 6. وبعدين لما ربنا أراد أن يأتي بكمال العمل البشري جاب 12 سبط في العهد القديم مضاعفات 6، و12 رسول في العهد الجديد مضاعفات 6، وفي السماء 24 قسيس مضاعفات 6. كمال العمل يرمز إلى 6. كمال العمل اللي عمله ربنا في عرس قانا الجليل إنه ملأ 6 أجرام بالماء وحولها إلى خمر مختار، فبرضو بقى كماله في العدد 6. ونلاحظ علاقة الناس بعضهم ببعض، علاقة الناس بعضهم ببعض يمثلها الحجر الثاني من الوصايا 10، اللي هي 6 وصايا في علاقته بالناس، من أول اكرم أباك وأمك لغاية لا تشتهي، تمثل كمال عملك في علاقاتك مع الناس.
ونلاحظ في كمال العمل وكمال مجهود الإنسان في سقوط أسوار أريحة، ربنا قال لهم تلفوا 6 أيام حوالين الأسوار وفي اليوم السابع تسيبوا لي أنا اللي أعمله، لكن كمال عملكم هو 6 أيام. في اليوم السابع أعطاهم الانتصار على أريحة. ونلاحظ أن أشد شرور البشرية كلها، أشد شرور الإيه؟ البشرية كلها جاءت ممثلة في الوحش اللي هو 666، 3 6 قاعدين جنب بعض. ستات أرقام مش ستات بني آدمين يعني. وربنا علشان يوري آخر مجهود البشر في النسل والحاجات دي، قال في تكوين 46، قال جميع الأنفس التي دخلت إلى مصر من بني يعقوب 66 نفسا، هم دول اللي قدر عليهم ببشريته. رقم 6 بيعطي كمال العمل، ورقم 7 بيعطي الراحة والكمال التاني. نكتفي بكده في الحاجات دي. بعد أسئلة، واحد بيقول في أي مرحلة من مراحل الطفولة يجب أن يصوم الطفل قبل التناول، وفي أي عمر ينبغي أن يصوم أصوام الكنيسة العامة؟ دي تختلف من طفل لطفل حسب صحته وحسب قوته وحسب تعوده، ما نقدرش نحط حاجة حرفية بالنسبة للأطفال، لأن الولد أحيانا إذا منع من الأكل ممكن يسرق الأكل من البيت من غير ما حد يحس، فإحنا ما ندفعوش إلى السرقة بالحرمان، خليه يصل إلى الصوم بإرادته وليس بحرمانه، ومش عايزين نخلي الصوم بالنسبة له حرمان من الأبوين. من الأطفال الصوامين الذين تحدث عنهم التاريخ القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، اللي كان بيصوم طول اليوم ويدي أكله لرعاة الغنم ويفضل صايم لحد الغروب، وأيضا القديس الأنبا مرقس المتوحد من جبل أنطونيوس كان يصوم إلى الساعة 9 في طفولته. طبعا مش كل الناس من هذا النوع. سؤال: هل من الضروري أن تكون زوجة الأب الكاهن من خادمات الكنيسة؟ لا مش ضروري، هو لو كانت من الخادمات يبقى تقدر تساعده في الخدمة من جهة وتشعر بمجهوده في الخدمة من جهة أخرى، على شرط إنها لا تتسلط على الخدمة لأنها زوجة الكاهن، تاخد وضعها الطبيعي، جايز تكون في أمينة للخدمة أقدم منها بمراحل، جايز يكونوا في مسؤولات عن الخدمة أقدم منها، فيبقى هي مش عشان زوجة الكاهن تسيطر على الموجودين واللي أقدم منها. لا، إذا كانت زوجة الكاهن خادمة من الأصل قبل ما تتجوزوا، أو إذا كانت خادمة في أي فرع آخر وانتقلت إلى مكان خدمته، أو إذا كانت لها مواهب الخدمة فعلا وخدمت، كل ده كويس ومقبول، بس زي ما بقول لا تتسلط على الخدمة. هل المسيحية تنفي على المسيحي حق الدفاع عن نفسه؟ لا، لكن من حقه أن يدافع عن نفسه، وإذا تنازل عن حقه يبقى كرم أخلاق وسمو منه، فالمسيحية بتعطي درجات في الدفاع، بس في فرق بين الدفاع عن حقه والدفاع عن حق الله، دي حاجة ودي حاجة. ولكن المسيحية تدعو إلى التسامح، وإحنا اتكلمنا كتير خالص على التسامح. سؤال: هل في سلطان الكنيسة تغيير تاريخ عيد الميلاد بجعله يوم 25 ديسمبر مقابل 29 كياك، وبالتالي تصحيح التواريخ الأخرى؟ أنا شخصيا يعني مش مستريح لدي،
دلوقتي بيننا وبين الطوائف غير الأرثوذكسية خلافات لاهوتية كثيرة، ولكن في ناس من العوام ما يعرفوش ايه الخلافات اللي بيننا وبينهم. فلو جم ولقوا ان احنا بنغير عيد الميلاد يقولوا شايفين اهو طلعنا غلطانين طول عمرنا وابتدينا نصحح، فجايز الباقي كله هنصححه بعد شوية، او جايز هم يحطوا فيهم الكلام ده. احنا لو تنازلوا عن الخلافات اللي بيننا وبينهم وتساووا معانا في العقيدة السليمة، ده احنا نديهم اليوم ده بقشيش، لكن ما نخليهاش شعور بان ده غلط وده صح. واحنا على كل لم نغير تاريخنا ابدا، احنا عيد الميلاد عندنا يوم 29 كيهك وما زلنا نعيد في يوم 29 كيهك. تقول لي 7 ديسمبر 6 ديسمبر اول يناير 7 يناير 25 ديسمبر 6 يناير، اقول لك احنا ما نعرفش دول، احنا بنعيد في ايه؟ في 29 كيهك، وهو هو زي ما هو. واقول لك كل سببها دي مسألة علمية مش مسألة لاهوتية. هل العالم 365 يوم وربع ولا 365 وربع وهمسة كده؟ كم دقيقة بالوقت يتحولوا إلى أيام؟ هل في سلطان الأب الكاهن أن يسمح لآنسة أو سيدة وهي تعمل خادمة في فصول مدارس الأحد أن تدخل الكنيسة أثناء الدورة الشهرية؟ لا، ما يصحش. يزعلوش الستات، دي قوانين واحنا ما نملكش نصحح. لا الكاهن يسمح ولا أنا أسمح، إلا لو كان فيه خرص خارج الكنيسة للستات اللي من هذا النوع يخشوه بعيد عننا. سؤال: سمعت من بعض الآباء أنه من الضروري أن يدهن المعترف بزيت سر مسحة المرضى بعد الانتهاء من إقراره بالاعتراف، فما مدى صحة هذا الكلام؟ سر الاعتراف ده سر قائم بذاته خاص بمرض النفس، مرض الروح، وسر مسحة المرضى سر قائم بذاته خاص بمرض الجسد. أحيانا يكون مرض الجسد سببه مرض الروح، فبنخلي المعترف آسف المريض يعترف ويبقى دخل في الاثنين مع بعض. لكن الإنسان اللي الخاطئ اللي بيعترف بخطاياه هنعيه بالعافية؟ ده افرض مش عيان. الناس بيحبكوها أزيد من اللازم. نكتفي بكده. المعلم يقول لنا ترتيلة ولا حاجة. طب زي بعض. يعني بكره يعملوا لكم قداس شعانين الصبح وتاكلوا، لكن ما تفطروش، مفيش حاجه تضيع الفطار. نعم.
سافر عايز اقول بس تصلي من الخاطر. كان مبنى جماعية عملوه كنيسة قدام بالمجهود مجازة دي. يقول عزيز سيدنا كان الكاهن يعني ايه السنة ضحى بس كنيسة دار السلام جنبها عشان ميك اسمها شم كنيسة دار السلام وراجل اسمه فؤاد كان موقف العمل يقول بس عايز اقابل سيدنا خمس دقايق حتى اشوفه نوبة حاضر يعني متمسك حاضر الله يوم 15 هيبقى الاربع اربع ايوب يعني اول ابريل هيكون صابح الميرون مش هنقدر و8 ابريل يكون في عز الميرون لان تقديسه يوم 9 و16 ابريل يكون في اربع ايوب في اسبوع الالام وبعدين 22 ابريل يكون بعد شم النسيم ده اللي ممكن شوية يعني اللي إذا ما كانش في عز الامتحانات طيب يبقى الأسبوع جاي عندنا وبعدين يحلها ربنا نكون رجعنا تاني نرجع التواريخ بس يعني بعد الأسبوع جاي هنديكوا أجازة حوالي شهر يعني هنجيلكم في اسبوع الالام مش معقول هنسيب الميرون ونجيلكم يعني معلش نخش في الجد احنا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا كنا بنتكلم في العزة على الجبل ووصلنا لغاية الآية اللي بتقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل فالكتاب المقدس لا يطلب منا مجرد الحياة البارة فقط في ثلاث درجات لازم الإنسان يمر عليهم الدرجة الأولى هي التوبة والبعد عن الخطية ودي ناحية سلبية الدرجة الثانية إيجابية وهي إن الإنسان يحيا في حياة البر الدرجة الثالثة إنه ينمو في حياة البر حتى يصل إلى الكمال وطبعا الكمال المطلق هو لله وحده الله وحده هو اللي فيه الكمال المطلق لكن بالنسبة للبشر المطلوب هو الكمال النسبي
نسبة لطاقات كل إنسان وطبيعة كل إنسان وظروفه وحروبه ومقدار النعمة التي أعطيت له والمعونة الإلهية اللي تعطى ليه. اسمه الكمال النسبي. وليس الكمال هو شيء خاص بالعهد الجديد فقط، أو السيد المسيح إداهم وصية في العهد الجديد هي الكمال، إنما قيل في العهد القديم: وكان نوح رجلا بارا كاملا. كامل بالنسبة للأيام. وربنا قال لإبراهيم: سر أمامي وكن كاملا. أعطاه وصية الكمال لإبرام أبو إسحاق وجد يعقوب. وقيل عن يعقوب أبي الآباء: كان يعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. وربنا لما اتكلم عن أيوب الصديق قال عنه إنه رجل كامل ومستقيم، يفعل الخير ويحيد عن الشر. إذن وجد كمال في العهد القديم حسب احتمال العهد القديم وروحياته، وفي كمال في العهد الجديد حسب إمكانيات العهد الجديد وفعل الروح القدوس فيه، طبعا إمكانياته أكتر. وبولس الرسول بيقول إننا نحن نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكنها حكمة ليست من هذا الدهر، في كورنثوس الأولى 2:6. وبيقول وظيفتنا أن نحضر كل إنسان كاملا، في كولوسي 1:28. ونجد أن في كمال في موضوعات معينة. يعني إيه مثلا؟ يعني في الزهد والتجرد، أهي ناحية من نواحي الكمال. السيد المسيح قال للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك. يعني في عندك وصايا صغرى، إنك تدفع العشور. في وصايا أكبر منها، إن كل من سألك فأعطه. لكن إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء. دي درجة. الكتاب بيحط لنا درجات، وكل واحد بيمشي على قده على مستواه، لكن لازم كل واحد يزحف نحو الكمال. فالتجرد وكون ان الواحد يبيع كل ماله، دي درجة من درجات الكمال. وبعدين القديس يعقوب يتكلم عن الكمال في فضيلة أخرى. يعني المسيح اتكلم عن الكمال في فضيلة التجارب، قال الكمال في التجارب في الاحتمال. في يعقوب 1:4 قال: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا آمين وكاملين غير ناقصين. تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين، ده كمال في نقطة أخرى. في كمال في فضيلة أخرى قالها معلمنا يعقوب في إصحاح 3:2، بيقول: إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. يعني في كمال عمومي وفي كمال في فضيلة معينة. إنسان يصل إلى كمال في فضيلة معينة. إنسان غني يصل إلى الكمال في فضيلة التجرد ووزع كل أمواله على الفقراء. إنسان يصل إلى الكمال في الصبر والاحتمال
إنسان يصل إلى الكمال من جهة اللسان ويقدر أن يضبط لسانه، وفي ناس بيصلوا إلى الكمال في كل حاجة. دي نقطة تانية. المهم إن ربنا دعانا إلى الكمال وقال إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. أفتكر مرة كنت بوعظ على الآية دي في سنة 63، وبعدين قلت لهم درجة عبيد بطلين دي درجة كبيرة إحنا ما وصلناش إليه، لأن بيقول إن فعلتم كل ما أمرتم به قولوا إننا عبيد بطلون، لم نفعل إلا ما أمرنا به. لأن المطلوب من الإنسان إنه يسعى نحو الكمال، والذي يسعى نحو الكمال بالتالي يأخذ ضمنا فضيلة الاتضاع، لأن كل ما يأخذ من فضائل يقول ده لسه بدري عليا، ده طريق الكمال ده طريق طويل وأنا ما وصلتلوش، فيبقى يتضع في الداخل عارف ان بينه وبين الكمال مسافات طويلة. ده بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. مين وصل لدرجة تائب؟ تائب يعني ما عادش يعمل الخطية اي خطية، وقلنا كمال التوبة ان الواحد يكره الخطية، مش بس يسيب الخطية، ده يسيب الخطية حتى صغيرة، لكن يكره الخطية دي أكبر. لا يستطيع أن يخطئ ولا الشرير يمسه، حاجة أكبر، ومع ذلك يبقى درجة تائب. بعدين يخش في البر ويصل في القداسة إلى درجات ويبقى ماشي في درجة قداسة، وبعدين ينمو في القداسة لغاية لما يصل إلى الكمال، ودي عايزة الحياة كلها. عشان كده كنا نشوف القديسين بكل ما وصلوا إليه من درجات روحية يقولوا إحنا خطاه وإحنا ما عملناش حاجة، وصلواتهم تخجلنا جميعا وهم بيتكلموا إنهم ما وصلوش لحاجة، ويوبخوا نفسهم ويضربوا مطنيات ويبكوا على خطاياهم وهم قديسين الأرض ما تستحقش يدسوها بأقدامهم. على رأي الأخ ده اللي بيبعت سؤاله بيقول جايني غرور. طب يا حبيبي انت وصلت للكمال علشان يجي لك غرور؟ ده اللي وصلوا للكمال بيبكوا عن خطأ على خطاياهم، وانت وصلت لإيه؟ المهم علشان الإنسان يصل إلى الكمال لابد من درجات يصعدها في سلم الفضائل. يوحنا كليماكوس أو يوحنا الدرجي في كتابه سلم الفضائل حط 30 درجة من الدرجات. صدقوني الواحد يقف عند أول درجة ويقول أنا مش قد دي، بكلمكم بجد، ده أول درجة قال الخروج من العالم، وتاني درجة الموت عن العالم. طب مين اللي مات عن العالم ده؟ درجات كبيرة. ده الكمال يعني لا يوجد فيه نقص على الإطلاق، مفيش أي نقص، مفيش أي نقص في أي فضيلة. ما هو جايز واحد يكون عنده كمال في فضيلة معينة ونقص في فضائل أخرى. طب اللي عنده الكمال في الكمال، يعني الكمال في كل الفضائل، ده يبقى إيه؟ ده يبقى لسه ما اتخلقش. لكن يقول لنا إن إحنا نسعى إلى الكمال، نسعى إلى الكمال. مرة برضو كنت بتكلم على الموضوع ده، قلت الشخص اللي بيسعى للكمال زي اللي بيطارد الأفق، بيمشي وراء الأفق، يقول الأفق في الآخر آخر الطريق ده حيث تتلامس السماء والأرض، يروح لآخر الطريق
يقول لا ده هناك عند البحر تجد السماء منطبقة على الأرض، يجري عند البحر يقول لا ده هناك على الجبل متنطبق، وهو قاعد يجري 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 يطارد الأفق ولسه لم يصل للكمال بعد. فبيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أول حاجة بقى في طريق الكمال إنك تتوب، إنك تبدأ الطريق الروحي، تبدأ إيه الطريق الروحي، وبعد ما تبدأ فيه تمشي فيه على طول. وبعدين لابد من صفة أساسية وهي صفة عدم الاكتفاء. عدم الاكتفاء يعني إيه؟ يعني ما توصلش لدرجة وتربط عندها ونموك يقف، لازم النمو يزيد. أنا بشوف إن كتير منكم بيعترفوا بخطاياهم، هل في حد فيكم بيعترف بالنمو بتاعه؟ يقول يا ابونا أنا نمو يوقف، نمو يوقف. كنت زمان ما بصليش، ابتديت أصلي وبعدين دخلت في النمو وبقيت أصلي بالأجبية، وبعدين يدبك الكم مزمور بتاع الأجبية وربطت على كده، فيه نمو مفيش نمو. حد بيعترف بعدم النمو؟ حد بيعترف بانه بينمو فعلا بس النمو بتاعه بطيء شويه، يعني مش في الدرجه المطلوبه؟ ما هي العربيه الماشيه في السكه اسمها بتنمو ماشي، لكن في عربيه بتمشي بسرعه 30 كيلو، وعربيه بسرعه 60، وعربيه بسرعه 100، وعربيه بسرعه 120. فالعربية اللي ماشية بسرعة 30 ولا 20 ما هي بتنمو في السكة وبتقطع طريق، لكن يعني نموها ضعيف وغلبان، نموها ضعيف وغلبان. فأنت لازم تنمو ويكون نموك معقول، ونمو يوصل، ويوصل لفين؟ يوصل لحد الكمال، عدم الاكتفاء. سواء نمو في وسائط النعمة، نمو في الصلاة، نمو في القراية. كنت زمان ما بتقراش الكتاب، دلوقتي ابتديت تقرأ الكتاب وربطت على كده، لكن ده عايز قراية الكتاب الواحد ينمو فيها من جهة النوعية، فتبقى قراءة بفهم، قراءة بتأمل، قراءة بعمق، قراءة بحفظ، قراءة بتطبيق وتنفيذ. وقراية من غير تطبيق دي تبقى ايه؟ قراءة تكون مبادئ ثابتة في قلبك ومبادئ ثابتة في حياتك. وبعدين نمو في القراءة، سواء قراية في الكتاب، قراية في سير القديسين، قراية في كتب الروحية، نمو. لازم يكون ليك أهداف ثابتة في حياتك تسعى إليها، هدف روحي قوي ثابت، وهو إنك أنت تسعى إلى الصورة الإلهية التي خلقت عليها. فيبقى تبدأ الطريق، تستمر في السير فيه، تنمو بهدف روحي سليم، وفي نموك يكون عندك عنصر الالتزام وعنصر الجدية، ملتزم بمبادئ روحية، جاد في السير في هذه المبادئ، وإلا مش ممكن، أمال هتبقى كامل إزاي؟ لابد في نموك الروحي انك تفطم نفسك عن العالم، حتى لو تعبت في الاول، زي الاخ اللي بيسأل عن السجاير، ده لازم يفطم نفسه على السجاير. وعملية الفطام عن العالم والعالميات جايز تتعبك في الاول، لكن بعدين تستريح لها وتنبسط،
يعني العيل الصغير اول ما ياخدوه من على صدر امه يبقى متضايق ويعيط ويصرخ، يسيبوه يصرخ ده من مصلحته. وبعدين يبتدي ينمو جسديا، لو ما اتفطمش هيتعب لان اللبن ده مش كفايه ليه كغذاء، يعني الفطام ده لفايدته. بعد كده لما يكبر ويبقى في اعدادي في ثانوي مش ممكن يقول عايز اروح على صدر ام تاني، هو نفس الكسف ده لو امه قالت له تعالى يقول لها لا ده انا بقيت راجل. فالفطام عمليه جايز تبقى صعبه في الاول وبعدين الانسان ينبسط منها ويتعود عليها وتبقى شيء طبيعي. وهكذا كل فطام انت بتفطم نفسك عنه، زي الاخ اللي بيشرب سجاير ده يفطم نفسه على السيجاره يلاقي نفسه قاعد يعيط ويصرخ يسيبوه يعيط ويصرخ، وبعدين هيلاقي ان هو ما بقاش محتاج للسجاير بل لقى ان ريحتها بتتعب في الاول كده. في الاول تجد بعض صعوبات وبعدين يسهل الطريق قدامك. اللي عايز ينمو في حياة الفضيلة ويصل للكمال ده عنده فضائل كتيرة جدا، عنده الوسائط الروحية من صلاة وتأمل وقراءة وصوم واعتراف ومطنيات وكنيسة واجتماعات، وعنده الفضائل الكبرى وعنده ثمار الروح القدس اللي جت محبة وفرح وسلام وطول أناه، حاجات كتيرة. والمحبة دي يقول لك المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد ولا تقبح ولا تظن السوء ولا تطلب مال نفسها، ده برنامج المحبة لوحده ليه برنامج طويل، وكل فضيلة بالشكل ده. فضيلة التواضع ليها برنامج طويل، فضيلة المحبة ليها برنامج طويل، فضيلة الوداعة ليها برنامج طويل، فضيلة الإيمان ليها برنامج طويل. طب وانت خلصت المقرر جايز تقول له المقرر طويل، ما تيأسي ما تيأسي، لا تيأس ولا تقل ان المقرر طويل، انما قل لابد ان انجح مهما كان المقرر، لازم كده. احسن آية تنفعكم في طريق الكمال وتعطيكم الرجاء والقوة الداخلية ولا تسمح لليأس أن يأتي إليكم، الآية التي تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قل لك طريق الكمال ده طويل وصعب، قل مهما كان صعب أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في آيتان مختصر عنها كل شيء مستطاع للمؤمن. انت في طريقك لربنا وفي سعيك وراء الكمال لازم تعرف انك انت لا تشتغل لوحدك، انت تعمل وروح الله القدوس يعمل معاك، وانت تعمل ونعمة ربنا يسوع المسيح بتشتغل معاك، وانت بتعمل وصلوات القديسين بتعمل معاك، فانت مش بتعمل لوحدك، ربنا بيشتغل معاك. ان كنت انت مش قادر توصل ربنا قادر يوصلك، ان كنت انت مش قادر تبطل خطية ربنا قادر يبطلها لك. عايزة ايمان وانك تتمسك بربنا وتضع امامك الهدف الروحي باستمرار. هناك أشخاص يسيرون في الطريق الروحي بلا هدف، بلا هدف، يوم يطوي يوم وشهر يطوي شهر وسنة تمر ورا سنة وهو واقف محله، لا بيتقدم ولا بينمو ولا بيغير طبعه ولا بيغير فكره، واقف محله. طب ده هيوصل للكمال ازاي ده؟ إلا بقى لو وصل إلى كمال النوم وإلى كمال الضياع دي ممكنة، لكن الكمال الروحي
عايز واحد يتحرك باستمرار. الكمال يعوزه الحركة والبركة، يمشوا مع بعض كده، حركة وبركة، يتحرك وبركة ربنا تشتغل معه. يتحرك، وزي ما بيقول المثل أطول طريق أوله خطوة، أطول طريق أوله خطوة. والمطلوب منك في طريق الكمال إنك تخطو خطوة إلى قدام وكفاية عليك. يعني لو بصيت لمستويات القديسين تقول لي عم أنا أروح فين، ما أقدرش، تقف محلك تيأس. لا، أنت تخطو خطوة واحدة، بعد ما تخطو الخطوة الواحدة تتحرك واحدة تاني، وربنا مش عايز منك أكتر من كده. بيقول طوباهم الذين في الطريق، اللي ماشيين في السكة. كل اللي عايزه منك ربنا انك تكون ماشي في السكة، وكل ما تمشي في السكة النعمة تروح زقك زقة، تلاقي نفسك قفزت بعيد. تمشي في السكة، تتحرك الى قدام، ما تقفش محلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مثل لطيف بيقولوه، ان اب قال لابنه اذهب ونظف الحقل من الشوك، فراح لقى الحقل كله شوك فيئس ونام جنبه. جه ابوه لقى ما عملش حاجه، قال له ايه يا ابني؟ قال بصيت لقيت الحقل كله شوك فيئست. قال له يكفيك في كل يوم أن تنظف على قدر مفرشك، كفاية عليك على قدر طولك كده، هيجي يوم يتنظف الحقل كله. أنت امشي ولو خطوة واحدة، ربنا لما يجد نيتك الطيبة في المشي هو هيزقك لقدام، هو هيزقك لقدام. والنعمة هتشتغل معك وتوصلك. تقول أوصل إزاي؟ الطريق ده هوصله إزاي يعني؟ معقول الكلام ده؟ واحد هيسافر هنا من هنا لأمريكا، بتاخد 13 ساعة في الطيارة، هنقصها إزاي؟ ده أنا أقدر أقول لك بالروح وأنت قاعد كده تغمض عينيك تلاقي نفسك في أمريكا، دي سهل، وتلاقي نفسك ماشي في شوارعها. ممكن الانتقال فجأة بلا خطوات وبلا يعني مناطق في الطريق، تنتهي من منطقة تخش منطقة تانية. ده بيقول لك ان في لبس بعد ما عمد الخاص الحبشي خطف روح ربنا فوجد نفسه في أشدود. ربنا مستعد يعمل معك كده، تشتغل انت يروح واخدك كده على طول وحطك في درجة تاخدت بالنعمة كده. بس لازم في الأول تشتغل وتوري حسن نيتك. انت مش مسؤول توصل امتى، لكن مسؤول انك تمشي في الطريق. مش مسؤول توصل امتى، لكن مسؤول انك تمشي في الطريق. واحد بيعبر المنش ما يقعدش يقول فين لما اصل للشاطئ الثاني، يقول انا علي ان انا اعوم واتقدم لقدام وهيجي وقت اوصل للشاطئ الاخر. لازم تتقدم لقدام، امال الكمال ده توصل له ازاي؟ ما تقولش طبيعتي وحشة ومش قادر، ده ربنا قادر ان يعمل فيك العجب. حتة خشباية موجودة مرمية على الارض
ياخدها نجار كويس يشقها يفصلها يشغل فيها الفارة والمنشار والأدوم والمسمار. تبص حتة الخشب اللي مرمية في الطريق تلاقي نفسها مكتب جميل قاعد عليه واحد من العظماء. تقول ده أنا زمان كنت حتة خشبة مرمية دلوقتي بقى لي قيمة. إزاي؟ هتتحط في إيد ربنا. لو أنت اتحطيت في إيد ربنا، ربنا هيعمل بيك أعمال كتيرة جدا، بس لابد أنت تمشي في الطريق. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، طوباهم الذين بلا عيب في الطريق. امشي في السك وربنا هيوصلك. تصور مثلا ان اكبر اضخم شجرة كان اصلها بذرة قد كده، اصلها بذرة قد كده. صدقوني مرة كنت ماشي في الدير في وقت اثمار اشجار الكافور والجزورين، تلاقي شجرة الكافور وشجرة الجزورين بذرتها حاجة ضئيلة كده، يمكن في بذرة زي سن الابرة كده، بذرة صغيرة لكن فيها حياة. ترميها في الارض، انا تعجبني البذرة بصراحة. ازاي بقى؟ ارمي بذرة في الارض تقعد تشتغل، تبطل شغل؟ مستحيل تبطل شغل. ده البذرة دي معلقة فوق قورتها كلمة كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات كامل. تدب تحت الارض جدر، تطلع فوق ساق، الجدر ينمو ويعمل فانتير جامد ويعمل فروع، واللي فوق ده يبقى جزع ويبقى اغصان ويبقى فروع للاغصان ويبقى اوراق ويبقى ازهار او ثمار، اي حاجة تطلع على طول. عمري ما شفت شجرة كسلانة لا تنمو في يوم من الايام. لو جيت بعد شهر تلاقيها اطول من الشهر اللي قبل منه، لو جيت بعد اسبوع تلاقيها اطول من الاسبوع اللي بعد منه اللي قبل منه. لازم تنمو. هتقولي شجرة في الدنيا بطلت نمو، او الجدر قال استريح تحت الارض هو حد شايف، اديني تحت ومداري. مش ممكن. وهو مداري وتحت الارض قاعد ينمو ويتفرع، يقول ده انا علي حمل تقيل، ازاي هشيل الجزع وازاي هشيل الفروع وازاي هشيل الاغصان. مد روحك وتقوى عشان تحمل الحمل التقيل ده كله، وينمو من غير ما حد يكلفه، من غير ما حد يوعظه، من غير ما حد ينبهه، من غير ما يغمض عين ولا يبطل شغل. ده طبيعته كده. ربنا أعطانا طبيعة النمو منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتنا، مش في بطون الأنابيب، في بطون أمهاتنا. والواحد قاعد ينمو 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 لغاية لما يخرج بره، يعيط له تعيطين ويقعد ينمو برضه لغاية لما يصل إلى كمال النمو. والنمو الجسدي رمز للنمو الروحي. لازم تنمو باستمرار. ولو حد عطلك عن النمو قل له يا عم ده أنا واجبي مقرراتي طويلة وصعبة ولازم أشتغل، ده مقرراتي إن أنا أصل إلى الكمال، والكمال ده هين، اشتغل اشتغل اشتغل. واحد يقول مش عارف اقول لابي اعترافي ايه، ان ما لقيتش حاجه قول له يا ابونا الوصيه بتاعه تكونوا كاملين مش قادر انفذها وبس، هتلاقي لك حاجه. الوصيه بتاعه تكونوا كاملين مش قادر انفذها، ده لا قادر انفذها اجمالا ولا قادر انفذها تفصيلا في فضيله فضيله. أنهي فضيلة وصرت الكمال؟ مفيش. علشان توصل امشي بطريق التدرج، التدرج اللي تنمو فيه يوم بعد يوم. ومفروض انك انت يكون لك الدافع الداخلي، لازم في دافع داخلي يزقك
هو انت لازم عايز زقه من بره، لازم يجي لك زقه من جوه، دافع داخلي بيدفعك كده على طول، امشي قدام امشي قدام ما تقفش. ساعات من ضمن الاشياء اللي ما بتخليناش نمشي قدام ان البيئه اللي حوالينا ما بتمشيش، لكن لو الكل بيجري هتلاقي نفسك بتجري. احنا كنا في الجيش في وقت من الاوقات كان يطلعوا الواحد طابور جري، اللي قصاده بيجري واللي وراه بيجري، يقدر يقف؟ ده يعطل الطابور كله، فغصب عنه هيجري هيجري، اللي وراه بيجري واللي قدامه بيجري وهو بيجري ولا يفكر اطلاقا انه يقف. يقف ازاي؟ ده لو وقف هيعطل الحكايه كلها. احنا لو كنا في حياتنا الروحيه الطابور كله بيجري كنا نلاقي نفسنا بنجري، لكن يكسل اللي قدامك او يكسل اللي وراك تكسل انت الاخر وتقول على كل ان الحاضر يسد. اه الدرجه دي كويسه؟ يقول انا خايف انمو لالا اقع في المجد الباطل. لا ما تخافش، المجد الباطل ده ايه؟ انت وصلت لحاجه؟ ما وصلتش لحاجه. انا فاكر لما في السنتين الاوليين لي في الرهبنه كان عندي ترابيزه كده اقرا عليها، وكنت حاطط ورقه مدبسها فوق الترابيزه كاتب عليها لسه بدري عليك. كل ما اقعد ابص في كتاب ولا اقرا الاقي دي قصادي، لسه بدري عليك. الطريق طويل، هو احنا مشينا حاجه؟ ده لسه بدري. ده بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل، كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. ولذلك واحد قال كلمه كويسه، قال مفروض انك انت في حياتك تطير نحو الله طيران، ان ما قدرش تطير اجري، ان ما قدرتش تجري امشي، ان ما قدرتش تمشي ازحف، لكن ما تقفش محلك، وان وقفت محلك اوعى ترجع لورا، لكن المهم خليك في حركه دائمه الى قدام في كل فضيله. واحد يقول اشكر ربنا ان النعمه اعطتني فضيله الاتضاع، اقول له ما هو نموك في الاتضاع؟ ما هو نموك في الاتضاع؟ وصلت للوداعة؟ ما نموك في الوداعة؟ أنا مش عايز أكبر الأمور قصادكم أحسن تتعبوا، امشي قدام ولو خطوة بسيطة. نشكر إلهنا الصالح إنه إله بيرضى بالقليل، بس المهم تمشي ولو قليل. ده رضي بالمرأة اللي أعطت فلسين وقال دي أعطت أكتر من جميع، لأن في عمل في القلب يعمله الإنسان عند ربنا أحسن من أعمال كثيرة أخرى. ما قدرتش على الكمية، حاول إنك تقدر على النوعية. تقول ما أقدرش أصلي كتير، عندي شغل عندي مذاكرة عندي كذا، خلاص يا عم مش قادر توصل لكمية الصلاة، اوصل لنوعية الصلاة، خليها صلاة مليانة حرارة مليانة فهم مليانة خشوع، ولو دقيقتين دول عند ربنا يديك كريدت عليه، يطلعك قدام يدقك، لأنك أنت واخد في النوعية، ما خدتش في الكمية، خد إيه؟ في النوعية. هو يعني اللص اليمين قال صلوات طويلة كلها جملة واحدة كانت كفاية، لكن بنوعية، نوعية معينة. العشار قال كلام كتير كل جملة واحدة لكن بنوعية معينة خرج بها مبررا أكتر من الفريس اللي قاعد يقول ثلاث أربع أسطر. خليك في النوعية. ده أنت لما تصوم يوم واحد في الصيام الكبير بطريقة كاملة ممتازة عند ربنا أحسن من 55 يوم بطريقة تعبانة أو من غير طريقة خالص. امشي قدام، اهتم بالنوعية، اهتم بالكمية.
وبدلهم مع بعض، ان ما قدرتش على حاجه تقدر على التاني، وربنا هيقدر. جاي الصلاه من عباره واحده احسن من 100 صلاه. قفزه واحده احسن من واحد بيزحف 100 مره. قفزه واحده قويه. جلسه قويه مع النفس بكل صراحه، بكل قوه، بكل تصميم، بكل عزم انك تمشي صح، بكل اراده. تلاقي الجلسه الواحده دي زقتك كتير كتير لقدام، تلاقي تخرج من الجلسه دي وانت شاعر بانك قلبك غير القلب الاولاني، فكرك غير الفكر الاولاني، اتخلصت من كتير من الحاجات لانك قعدت قعده قويه مع انفسك مع نفسك. هو العيب ان احنا النوعيه ضعيفه ويمكن الكميه ضعيفه، فلا طايلين دي ولا دي، لا طايلين دي ولا دي. عايز تمر في طريقك الروحي تمام، اجعل ربنا قدامك باستمرار، واجعل سير القديسين امامك باستمرار، وتاكد في كل فضيله القديسين قدموا لنا مثاليات عجيبه في طريقه ممارسه الفضيله دي. خلي امامك، ضع ربنا امامك في كل حين، زي ما قال المرنم في المزمور: جعلت الرب امامي في كل حين، لانه عن يميني فلا اتزعزع. مش ممكن يتزعزع لان حاطط ربنا قصادك، وكل ما توضع ربنا قصادك تلاقي نفسك بتجري نحو ربنا. لكن ساعات احنا ما بنحطش ربنا قصادنا. المسيح لما قال لهم كونوا كاملين ما جاب لهمش وصية جديدة، جاب لهم حاجات موجودة من العهد القديم، من أول سفر التكوين اللي بيقول فيه: ونوح كان رجلا كاملا، في قصة الفلك من الإصحاح السادس موجود. يعني ما جاب لهمش حاجة جديدة، لكن فكرهم ايه اللي ينبغي انكم تكونوا عليه. حاول انك انت تطلب من ربنا ان يمنحك قوة ان ما كانش عندك قوة. باستمرار انظر الى فوق. هو غلطة الناس ايه اللي بيجيب له المجد الباطل او الغرور؟ بيبص للمستويات اللي أقل منه فيشعر أنه شيء، ينظر إلى من هم أضعف منه فيشعر أنه أفضل من غيره. لكن لو بصيت لمن هم أعلى منك، ومن هم متقدمين عنك في الطريق، ومن هم أكثر منك جدية، وأكثر منك التزام، وأكثر منك أمانة في الطريق الروحي، وأكثر منك روحانية، هتلاقي شهوة داخل قلبك بتدفعك إلى قدام. مفيش واحد بيقرأ سير قديسين يلاقيه التهب من جوه. التهب ليه؟ لأن السيرة ألهبته. أو يقرأ أقوال آباء يلاقي نفسه التهب من جوه، حاجة لهبته. فأنت ابحث عن الأشياء اللي تمشيك لقدام وتدفعك وتديك حرارة أزيد. اختار الأصدقاء اللي يخلوك تمتد إلى قدام. اختار الكتب والقراءات اللي تخليك تمتد إلى قدام. اختار التأملات الروحية اللي تخليك تمتد إلى قدام. في واحد يقرأ الكتاب ومعاه نوتة، كل آية تؤثر فيه وتعمل عمل في قلبه يروح كاتبها في كل يوم، وبعدين يجي في نوبة يلاقي نفسه في فتور روحي يروح مطلع النوتة القديمة اللي فيها الروحيات اللي هو كتبها بنفسه وتأثر فيها فعلا، والآيات دي ساعدته وعملت في قلبه. تلاقي كل ما يمسك الكتاب ده يلاقي نفسه مبسوط، يلاقي نفسه رجع لأيام شبابه الروحي، رجع لأيام حرارته الروحية، ابتدى يمتد إلى قدام.
وكن مستعد انك انت تترك كل شيء من اجل ربنا. دي اللي تساعدك على النمو الروحي. خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح. تركنا كل شيء وتبعناك، حتى ذاتك. بالشكل ده تقدر تنمو في روحياتك. انظر ما هي العقبات التي تعوق نموك الروحي، امسكها واحده واحده وحاول انك انت تتخلص منها. لكن ما تتركش نفسك في ضياع، لا تترك نفسك في ضياع. والله الذي قال لنا كونوا كاملين هو يعطينا القدرة على هذا الكمال، له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.